بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الثالثة بعد المئة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، باعثها مستمع رمز إلى اسمه بخمسة حروف هي عين طاء عين ألف ميم. أخونا يقول: أعاني من مرض من مدة طويلة ولا أستطيع الصوم في شهر رمضان، هل يجوز أن أتصدق عن كل يوم من رمضان لأني مريض بالسكر والضغط والأعصاب ومرض أيضا في المعدة؟ أرجو إفادتي، هل يصح لي ويجوز لي التصدق عن كل يوم من أيام رمضان؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. إن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الله سبحانه وتعالى رخص للمريض الذي لا يستطيع الصيام أو يشق عليه أن يفطر، ثم إن كان يستطيع القضاء فإنه يقضي من أيام أخرى، وإن كان لا يستطيع القضاء نظرا لكبر سنه وهرمه أو لكونه مريضا مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه ولا يستطيع معه الصوم، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وهو معنى قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ويكفيه الإطعام في هذه الحالة عن الصيام. فما ذكره السائل من حالته وأنه مريض بعدة أمراض مزمنة لا يستطيع معها الصيام أداء ولا قضاء، فإنه يكفيه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لأن يخرج عن كل يوم نصف الصاع من الطعام، ومقداره بالكيلو كيلو نصف عن كل يوم، يدفعه إلى محتاج من المحتاجين. وإن جمع عدد الأيام عن كل يوم نصف صاع جمعها ودفعها لفقير واحد أجزأه ذلك، وإن دفع لعدة فقراء أجزأه ذلك، ويجوز له أن يدفعها متفرقة ومجتمعة، ويجوز له أن يدفعها لفقير واحد أو أكثر من فقير. الله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من الجمهورية اليمنية يقول: السائل إبراهيم عبد عياش. الأخ إبراهيم يسأل ويقول: افتوني في شأن العقيقة الآن، لقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بثلاثة أولاد وبنت، ولكني لم أعق عنهم حتى الآن، هل لي أن أقضيها وهل هي سنة مؤكدة؟ وجهوني حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا، وإذا لم أفعلها فهل علي من حرج؟ العقيقة وهي أن يذبح عن المولود سنة مؤكدة، يذبح عن الغلام عن الذكر شاتان وعن الجارية شاة واحدة، وإذا لم يذبح عن الغلام شيئا أو عن الجارية فلا حرج عليه، لأنه لم يترك واجبا وإنما ترك سنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف حاء عين واو يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول: ما حكم حلق الشعر وتقليم الأظافر في العشر أواخر من شهر رمضان لغير المعتمد؟ لا حرج في ذلك، الحمد لله، أن يقلم أظفاره وأن
يأخذ شعر إبطيه وعانته لا بأس بذلك في رمضان ولا في غيره، إلا إذا كان محرما بالعمرة أو محرما بحج في أشهر الحج، فإنه لا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعوره ولا من أظفاره ما دام محرما. وكذلك إذا دخلت عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي عن نفسه، فإنه لا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. وفي غير هاتين الحالتين، حالة الإحرام وحالة عشر ذي الحجة لمن يريد أن يضحي عن نفسه، في غير هاتين الحالتين فإن الأخذ من الأظافر ومن الآباط ومن العانة سنة من خصال الفطرة، كذلك قص الشارب كل هذا سنة ومن خصال الفطرة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تعرضتم وفقكم الله إلى الحكم أيضا بالنسبة للحاج، لكنه يطرح سؤال هنا فيقول: ما حكم حلق الشعر وتقديم الأظافر في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة لغير الحاج؟ كما ذكرنا، إذا كان يريد أن يضحي فإنه لا يأخذ شيئا من شعوره ولا من أظهاره حتى يضحي، من دخول شهر ذي الحجة إلى أن يضحي. أما إذا كان لا يريد الأضحية فلا مانع أنه يأخذ من شعوره ومن أظفاره في عشر ذي الحجة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، لعله من المناسب أن نسأل عن ولي الأمر راعي البيت إذا ما أراد أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، هل يلتزمون أيضا بهذا الحكم أم كيف توجهون الناس؟ والصحيح أن الذي يريد أن يضحي أن يقوم بالأضحية من ماله يذبح الأضحية من ماله هو الذي يمتنع عن أخذ شعوره وأظفاره في عشر ذي الحجة، أما من يضحى عنه فلم يثبت أنه ممنوع من ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: إذا دخلت عشر ذي الحجة فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. هذا في حق من يريد أن يدفع الأضحية من ماله ويذبحها عنه وعن غيره، هو الذي أو يذبحها عنه فقط، فإنه لا يأخذ من شعوره ولا من أظفاره. وأما من يريد أن يضحي عن غيره كالذي يريد أن يذبح وصية لغيره أو يضحي لوالديه ولا يدخل نفسه معه، فهذا أيضا لا يمتنع من أخذ شيئا من شعوره ولا من أظفاره. إنما المقصود الذي يريد أن يضحي عن نفسه منفردا أو عن نفسه مع غيره، هذا هو الذي يمتنع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يشيع بين الناس عادة لعلها من العادات الحسنة وهي الأضحية عن الميت، هل من كلمة حول هذا الموضوع شيخ صالح؟ الأضحية عن الميت مشروعة وفيها أجر عظيم، ويرجى وصول ثوابها إلى الميت لأنها قربة عظيمة وشعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، فهي تشرع عن الحي وتشرع عن الميت، لا مانع من ذلك. ولا يزال المسلمون يضحون عن أمواتهم ويكتبون في وصاياهم أضاحي عن الأموات، ولم ينكر ذلك أحد ممن يعتد بقوله. إنما في السنين الأخيرة ظهر بعض طلبة العلم وأشكل عليهم هذا الأمر، وهو غير مشكل ولله الحمد. إذن الشيخ صالح يدعو إلى الاستمرار في هذه العادة المباركة؟ لا شك أنها شعيرة طيبة وقربة حسنة وفيها أجر للحي وللميت. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن من لم يضحي من أمة محمد، وهذا يشمل الأحياء والأموات، وليس مع من يستشكل ذلك دليل في منع الأضحية عن الميت، ليس معه دليل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا من ضحى عن المتوفى هل يلتزم بتلكم الأحكام التي أشرتم إليها سابقا أو لا؟ نحن ذكرنا أن الذي يريد أن يضحي عن غيره ولا يدخل نفسه فيها أنه لا يشمله المنع. سواء كان متوفا أو حي، سواء أراد أن يضحي عن متوفى أو عن حي. بارك الله. إنما الممنوع من يريد أن يضحي عن نفسه منفردا أو يضحي عن نفسه وعن غيره.
غير مشتركين، هو الذي يمتنع من أخذ الشعور والأظافر في عشر ذي الحجة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا: والدتي أدت العمرة في شهر رمضان، لكن أبي لم يكن موجودا وهي لم تستأذن منه قبل، وقد ذهبت مع أخيها، فهل عمرتها جائزة وهل عليها إثم في ذلك أم لا؟ عمرتها صحيحة الحمد لله إن شاء الله، ولكن عليها أن تطلب المسامحة، أن تطلب المسامحة من زوجها، لأن كان لأنها كان الأولى بها أن تستأذن زوجها، ولما لم تستأذنه وأدت العمرة فعمرتها صحيحة إن شاء الله، ولكن عليها أن تطلب من زوجها المسامحة. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع فهد بن علي العازمي العتيبي بعث يسأل ويقول: هل الدخان ناقض للوضوء؟ الدخان الذي يراد به التبغ وما يفعله بعض الناس من تناول هذه المادة الخبيثة وإدخالها في أجوافهم وأحشائهم، هذه عادة قبيحة، والدخان مادة محرمة لما فيه من الأضرار الظاهرة والباطنة التي قررها الأطباء وظهرت آثارها على المدخنين علانية. فتناول الدخان حرام لأنه خبيث ولأنه مضر ولأنه منفذ للمال بغير فائدة، لكن من تعاطاه وشربه فإنه يكون عاصيا وآثما، ولكنه لا ينقض الوضوء، لأن نواقض الوضوء معروفة ومحددة، وليس منها شرب الدخان، وليس كل معصية تنقض الوضوء، وشرب الدخان معصية ومحرم وفيه إثم، لكنه لا ينقض الوضوء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الدم الذي يخرج من المسلم الصائم عندما ينجرح وهو ليس متعمدا هل يفطر الصائم أو لا؟ خروج الدم من الصائم من غير أن يتعمد إخراجه لا يؤثر على صيامه، كمن انجرح وخرج منه دم أو أصابه رعاف أو خلع ضرسا خرج منه دم، ففي كل هذه الأحوال لا حرج عليه ولا تأثير على صيامه والحمد لله، لأن ذلك بغير اختياره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأخ عمر سعد أبو بكر من جمهورية إفريقيا الوسطى بعث يسأل ويقول: إذا سمعنا السلام في الراديو فهل نرد على المسلم أو كيف توجهوننا؟ جزاكم الله خيرا. المسلم في الراديو يسلم على العموم، لا يسلم على شخص معين، وإذا كان السلام على العموم فإنه يكفي أن يرد عليه واحد، يكون هذا من المشروع الكفائي، هذا إذا كان المسلم يسلم مباشرة على مجموعة، شخص يسلم على مجموعة فإن الرد عليه فرض كفاية على هذه المجموعة. وفي الراديو المسلم غير مباشر وربما يكون تسجيلا فلا يأخذ حكم السلام المباشر. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم تأجير العقار لرجل مسلم لأناس كفار أو أهل معاصي؟ لا يجوز هذا، إذا كان يعلم من هؤلاء أنهم عصاة من المسلمين يفعلون المعاصي ويتأخرون عن صلاة الجماعة فإنه لا يجوز له أن يؤجرهم مساكن أو دكاكين أو غير ذلك، لأن هذا من إعانتهم على المعصية ومن عدم إنكار المنكر عليهم. وكذلك تأجير الكافر إذا كان في سكناه ووجوده في هذا المحل مضرة على المسلمين أو كان يظهر فيها كفره فإنه لا يجوز للمسلم أن يؤجره، أما إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين ولا يظهر كفره ومذهبه فلا مانع من تأجيره، وإن كان الواجب على ولاة الأمور وعلى عموم المسلمين أن يبعد الكفار عن بلاد المسلمين خصوصا جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفار من جزيرة العرب وقال لا يجتمع فيها دينان، هذا هو الواجب على المسلمين، كل ما ابتعدوا عن الكفار فإن هذا أحسن لهم وأسلم لهم. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا عن الذميين شيخ صالح جزاكم الله خيرا؟ الذميون هم الذين يدخلون تحت حكم الإسلام ويدفعون الجزية من اليهود والنصارى والمجوس، هؤلاء يجوز تركهم في بلاد الإسلام مع دفعهم الجزية ومع خضوعهم
لحكم الإسلام وعدم إظهارهم لكفرهم. هؤلاء هم الذميون، لا بد من توافر شروط في حقهم. وللشيخ الإمام المحقق العلامة ابن القيم رحمه الله كتاب مشهور اسمه أحكام أهل الذمة، يتكون من مجلدين ضخمين ذكر فيه أحكام أهل الذمة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا ويقول: قرأت قولا منسوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو: الإسلام يعلو ولا يعلى، ما معنى ذلك جزاكم الله خير؟ معنى ذلك أن الإسلام يجب أن يكون هو الظاهر، وأن يكون متبوعا لا تابعا، وأن المسلم يكون له العلو والتقديم على الكافر، لا يقدم الكافر على المسلم لا في المجلس ولا في الطريق ولا في أي حق من الحقوق، بل يكون المسلم هو المقدم، ويكون المسلم هو المتبوع، وغيره هو التابع. هذا هو المطلوب، أن الإسلام دائما يكون هو المقدم، وأهله يكونون هم المقدمين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أبها رسالة بتوقيع أحد الأخوة يقول: عين عين ألف، يقول: في قريتنا مسجدان، وكان الناس يصلون في المسجد الجامع، وتركوا هذا المسجد الصغير لا يصلي فيه أحد، فأردت أن أحيي هذا المسجد بإقامة الصلاة والأذان فيه، فبدأنا فيه نصلي ولله الحمد، ولكن بعد حوالي شهرين قال لي إمام مسجد الجامع: إنك فرقت الجماعة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. فضيلة الشيخ، هل هذا الحديث ينطبق علي أم أنني مأجور وقد اجتهدت في إحياء ذلكم المسجد جزاكم الله خيرا؟ المطلوب الاجتماع، وكون المسلمين جماعة واحدة وفي مسجد واحد، وإنما يجوز تعدد المساجد إذا دعت إلى ذلك حاجة، لأن تتباعد الحارات، ويكون على بعض أهل الحارات مشقة من ذهابهم للمسجد البعيد، فلا بأس أن يكونوا له مسجدا صلون فيه قريبا من بيوتهم. أما إذا كانت الحارات متقاربة أو كانت الحارة واحدة، فإنهم يجب أن يصلوا في مسجد واحد ولا يتفرقوا. فإذا كان هذا المسجد الذي ذكرت قريبا من المسجد الذي يصلي فيه عموم الناس، واستغني عن هذا المسجد، فإنه يجب عليك أن تصلي مع الناس المسجد الذي فيه الإمام المذكور، وهذا المسجد قد استغني عنه، فينظر في شأنه من قبل المحكمة الشرعية، إما ببيعه وصرف ثمنه في مسجد آخر أو غير ذلك من النظر الشرعي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من منطقة القصيم رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف خ ح خ، أخونا يقول: أرجو من فضيلتكم أن تشرحوا لي صفة العمرة بإيجاز، حيث أنني أقرأ في بعض الكتيبات من صفة العمرة لكن لا أعلم الصحيح منها من الخطأ، والله يحفظكم. صفة العمرة أن يحرم بها من الميقات الذي يمر به داخلا إلى مكة، أو يحرم بها من المكان الذي نوى منه العمرة ولو كان بعد الميقات مما يلي مكة، إلا إذا نوى العمرة وهو في مكة فإنه يخرج ويحرم بها من أدنى الحل، ثم إذا وصل إلى البيت العتيق فإنه يطوف به 7 أشواط بنية طواف العمرة، ثم يصلي ركعتين بعد الطواف وهما سنة تابعتان للطواف، ثم يخرج إلى الصفا ويبدأ منه السعي إلى المروة 7 أشواط، ذهابه سعية ورجوعه سعية إلى أن يكمل 7 أشواط سعي العمرة، ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصر، والمرأة تقصر من شعرها لكل ظفيرة قدر أنملة، وبهذا تنتهي العمرة، فيحل من إحرامه ويلبس ثيابه. إذن فالعمرة هي إحرام من الميقات أو من أدنى الحل لمن كان في مكة أو من المكان الذي نوى منه خارج الحرم، ثم الطواف بالبيت 7 أشواط، ثم السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم الحلق أو التقصير، هذه هي العمرة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخونا من منطقة القصيم كما سمعتم يحفظكم الله، من أين يحرم إن كان في الجو أو كان في البر؟ يحرم من ميقات أهل نجد، وهو السيل الكبير، قرن المنازل وهو السيل الكبير. طيب، سواء مر به
في السيارة أو حاذاه في الجو نعم. أو حاذاه من البر من أي ناحية إذا لم يمر به عينا فإنه يحرم من محاذاته طيب. جوا أو برا يحرم من محاذاته طيب. إن لم يمر به نفسه نعم. جزاكم الله خيرا. وهو في الجو كيف يعرف أنه بمحاذاة الميقات؟ الغالب أن الملاحين يعلنون قبل الوصول للميقات بمدة يتهيأ الناس للإحرام طيب. ثم إذا حالوا الميقات نبهوهم على النية وعقد النية والتلبية طيب. هذا في الغالب. وإذا قدر أنه لم يكن هناك تنبيه فإنه يستعد للإحرام قبل أن يركب الطائرة طيب. وإذا ركب الطائرة وقارب من الميقات فإنه يحرم من الجو. وهذه أن يسأل الملاحين طيب. عليه أن يسأل الملاحين. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا.